تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات، وإذ أكرر خالص التهاني لسموكم، لأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم وفور الصحة والسعادة وطول العمر، ويحقق للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار، ويعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد طلعنا بمزيد من التقدير على برقية سموكم الكريم المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأنه ليسرنا في هذه المناسبة المباركة أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا بمشاعركم النبيلة، كما ونود أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسبغ عليكم وفور الصحة والسعادة، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.